التحية متواصلة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل في انطلاقات هذا الصباح ووجود هذا الكم الكبير من المشاركين في انطلاقات سن الحجايج هنا في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. انتهت الأشواط الستة الأولى الخاصة بالإنتاج وعلى بركة الله نواصل أيضا ما تبقى من أشواطنا العشرين في هذه الفترة الصباحية وينطلق الشوط الخاص بالإبكار في هذه اللحظة بمشاركة قوية فعالة قادمة للتنافس في أرضية هذا الميدان. نسير مع المقدمة نتابع البداية والمراكز الأولى التي تحملها انطلاقات هذه اللحظات. هناك البازغة حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي الذي بدأ في المركز الأول، بينما المركز الثاني منصورة محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي انتقل للمركز الثالث، روعة في المركز الثالث سري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الرابع هنا مع المركز الرابع وتابع مشكورة مع المركز الرابع عبد الله بن سالم بن مصبح النعيمي، وهناك على المركز الخامس تأتي تحديات اليافا محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، المركز السادس هنا دخول في تحدي إثارة التغاريد اللي تأتي في هذه اللحظات لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي، بينما المركز السابع أهالي السمح الساعي سعيد بن مطر الرميثي، والمركز الثامن هناك مواصلة بانطلاقات سرابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي، وهنا على المركز التاسع نواصل مواصلة رهف سهيل بن سالم بشرجي العامري، والمركز العاشر أحمد بن محمد بن كراز المهيري مع السرابة. هذه المراكز ندعنا لهذه الانطلاقة وأيضا التحديات السائرة بهذا الشوط والمتحدية في هذه الانطلاقة. تبقى الصدارة هناك مع منصورة باحثة عن انتصار، أيضا تضيف إلى هذا الشعار تسجل مع الشامخ أيضا هنا نقطة ثانية في هذا الصباح، طموح يسعى إليه كل المشاركين. ومنصورة محمد بن سلطان بن مرخان هي اللي تقود المركز الأول والصدارة الأولى، والمركز الثاني تأتي مشكورة عبد الله بن سالم بن مصبح النعيمي بن صاروخ النعيمي، والمركز الثالث اللي بدأت تتحرك هناك هي سرابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي اللي وصلت في المركز الثاني وبدأت منافسة ثنائية بينها وبين منصورة. المركز الرابع بن كراز، بن كراز واصل مع تحديات سرابة أحمد محمد بن كراز المهيري، وهناك أيضا تدخل قادم من السعي لمطر سعيد بن مطر الرميثي، وهناك على المركز السادس نواصل أيضا مواصلة شاهينية لكاسب بن سالم بن مصبح المسافري اللي بدأت تعود إلى انطلاقتها وتحدياتها في هذا الشوط. نعود إلى المقدمة نتابع المراكز الأولى بعد أن دخلنا في الكيلومتر الأخير، وهل هناك من قادمون للمشاركة والتحدي والإثارة؟ الصدارة هنا يا سلام، رئيس الهجان قادم أيضا بقوة في مشاركة فعالة، مشاركة واضحة. سرابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي اللي بدأ إذن يقدم إنتاج سرابة وتحديات سرابة في هذا الشوط، بينما المركز الثاني لا تزال مشكورة عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي اللي على المركز الثاني، وهنا منصورة بدأت تحركات منصورة محمد بن سلطان بن مرخان اللي بدأت تحرك، والمركز الرابع عودة إلى سرابة أحمد محمد بن كراز المهيري، والمركز الخامس هناك كاسب بن سالم بن مصبح المسافري مع الشاهينية. خلاص خلاص هناك يا سلامي عليك أيضا يا راشد يا بن علي يا بن خليفة الرميثي ما شاء الله وتبارك الله. أيضا قائد الهجانة يعلن انطلاقته في هذا الشوط بوجود سرابة وفوز سرابة وانتصار سرابة اللي تسربت إلى الصدارة بلا منافس ولا رقيب ولا حسيب. ما شاء الله تهانينا والناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني يذهب إلى مشكورة عبد الله بن سالم بن مصبح النعيمي، والمركز الثالث هناك منصورة محمد بن سلطان مرخان، المركز الرابع أحمد محمد بن كراز المهيري سرابة، والمركز الخامس لكاسب بن سالم بن مصبح المسافري هي الشاهيني. هذه مراكزنا الأولى وتحدياتنا الأولى وانطلاقنا في هذا الشوط وما يحمل أيضا من بداية وإثارة واضحة. هنا التوقيت الزمني المتابع اللي بدأ يحمل الانطلاقة القادمة اللي قادت أيضا سرابة المركز الأول، 4 دقائق
38 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. تهنئتنا للسيد راشد بن علي بن قريبة الرميثي على الفوز بالمركز الأول والمركز الثاني، كانت فيها الإثارة حاضرة في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. وأربع دقائق و41 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهنئتنا لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، وأربع دقائق 42 ثانية وفاء وتماما وكمالا، كان التوقيت المتميز الذي قدمته أيضا منصورة. تهنئة لمحمد بن سلطان بن مرخان بهذا الانتصار. تهنئتنا للجميع، وأيضا أشواطنا مستمرة عبر قناتي دبي.